السلام عليكم، رب يكون الجميع بخير. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تم فصل الارتباط بين العملة الورقية والذهب. الحرب العالمية الأولى بدأت سنة 1914 وانتهت سنة 1918. في بداية الحرب يعني سنة 1914 الناس اتجهوا للبنوك عشان يحولوا النقود الورقية وياخدوا المقابل من الذهب. في بنوك كانت طبعا نقود ورقية أكتر من الغطاء النقدي الذهبي للنقود الورقية دي، مش هتقدر تدفع لكل الناس. برضو الناس إذا سحبت الودائع بتاعتهم كلها في وقت واحد البنوك دي هتطلع قروض منين؟ ما هو مش هيبقى فيه فلوس ودائع تستخدمها البنوك في الإقراض. المهم إن الفترة دي بداية الحرب العالمية الأولى البنوك في أمريكا رفضت تحويل العملات الورقية إلى الذهب، وإن الوقت مش مناسب للتحويل. وفي دول فعلا وقفت التحويل في الوقت ده أو بعدها بفترة. مصر مثلا وقفت أو عطلت التحويل سنة 1930، لكن ما زال وقتها العملة الورقية مرتبطة بالذهب اللي موجود. بعد فترة بقينا في سنة 1933 كانت وقية الذهب بتساوي 20 دولار. الوقية هي وسيلة قياس للذهب. في بعض البلاد الوقية 28 جرام تقريبا، وبعض البلاد 34 جرام. يعني 20 دولار ورق ممكن تحولهم لوقية ذهب لو انت في امريكا سنة 1933. وبالفعل بدأت عملية إمكانية التحويل من جديد، لكن الأسعار زادت، بقى فيه زي مضاربة، وسعر تبادل الوقية زاد من 20 دولار ل 35 دولار، لكن التحويل كان بيتم. في سنة 1944 قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنة تقريبا، الحرب العالمية الثانية كانت بين دول الحلفاء وعلى رأسهم أمريكا، ودول المحور بزعامة ألمانيا هتلر وقتها. دول الحلفاء وعلى رأسهم أمريكا قدروا أنهم يدفعوا القوات الألمانية خارج فرنسا فيما يعرف بغزو نورماندي. وبدأ يظهر وقتها أن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قوة عسكرية قوية، وأنها بعد الحرب العالمية محتمل تكون أقوى دولة من الناحية العسكرية على مستوى العالم. ولما تكون قوي يسمع لك. فأمريكا بعد شهر واحد من حملة نورماندي قامت بدعوة 44 دولة لحضور مؤتمر عن النظام النقد العالمي الجديد اللي هيتم بعد الحرب، وكمان النظام العالمي الجديد ده يلغي كل الاتفاقيات اللي عملتها ألمانيا بقيادة هتلر. وبالفعل اتعمل المؤتمر، مؤتمر بريتون وودز، ونتج عن المؤتمر بعض القوانين، ومنها ان أمريكا قدرت تقنع الدول ان العملة اللي هيتم تداولها دوليا بين الدول هي الدولار. وأعطت أمريكا تأكيدات إن الدولارات اللي هتطبعها أمريكا هيكون ليها غطاء نقدي من الذهب، وتم تحديد إن 35 دولار يقابلهم وقية ذهب. في الوقت ده كان أمريكا عندها نص الاحتياط العالمي من الذهب، نص الاحتياط من الذهب العالمي لأسباب كتير، منها أمريكا وقت الحرب العالمية الثانية كانت لما تبيع سلاح تبيعه مقابل ذهب، لكن روسيا أو الاتحاد السوفيتي وقتها رفض التوقيع على معاهدة بريتون وودز. الاتحاد السوفيتي شاف ان امريكا واخده حجم كبير من المميزات. اتفاقيه بريتون وودز معناها ان الدولار ما عادش هيبقى عمله محليه ولكن عالميه. مثلا كندا عايزه تشتري بضائع من استراليا، هيشتروا بايه؟ بالدولار الامريكي. انتهت الحرب العالميه سنه 1945 وبنى بالفعل تطبيق اتفاقيه بريتون وودز، وبعد فتره من الوقت بقى الدولار الامريكي عمله عالميه. امريكا قالت للدول اللي يروح البنك يحول دولارات ورقيه وياخد ذهب ما توافقوش، وبقى التحويل مقتصر على الدول مش للأفراد. يعني دولة لو عايزة تحول كمية الدولارات اللي عندها الذهب من أمريكا ده ماشي، لكن أفراد عاديين يروحوا البنك ويحولوا ده لا. سنة 1955 دخلت أمريكا حرب فيتنام، وبداية من سنة 1960 بقى عند أمريكا ديون كبيرة، ومن أهم أسباب الديون دي كانت الحرب. أمريكا عشان تغطي المصاريف العسكرية لحرب فيتنام بدأت تطبع دولارات. فمثلا يعني امريكا عايزه تشتري دبابات او بترول، تطبع شويه دولارات ورق ما يكلفهاش حاجه وتشتري من دوله تانية بالدولارات دي اللي هي عايزاها، دولارات مطبوعه من غير غطاء نقدي من الذهب. بدايه السبعينات بعض الدول جابت كميات من الدولارات الورقيه وطلبوا من امريكا التحويل، فطلع الرئيس الامريكي وقتها نيكسون سنه 1971 واصدر مجموعه قوانين صادمه سموها وقتها بصدمة نيكسون، ومن القوانين دي تعطيل تحويل الدولار والذهب، وطالب نيكسون من المواطنين ان اللي عنده سبائك ذهب يبيعه للحكومة وما يحتفظش بسبائك ذهب. سبائك الذهب
هي صورة من صور الذهب الخام اللي بيصنعوا منه المصوغات. وسنة 1973 تم إلغاء التحويل تماماً وتم تعويم الدولار. تعويمه يعني تحديد سعره، ملوش علاقة بذهب ولكن له علاقة بالعرض والطلب. وبكده يبقى سنة 1971 كانت بداية إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي لذهب، لأنه زي ما قلنا كان قبلها التحويل للأفراد منتهي أصلاً بالفعل. ده كان تاريخ فصل العملة الورقية عن الذهب، وبكده العملة الورقية أصبحت مستقلة مش نائبة عن الذهب ولا بتتحول ليه. شكراً لحسن المتابعة، وإن شاء الله لينا كلام تاني في موضوع جديد.